الأصدقاء، السلام عليكم. البارح كنت درت لكم واحد الفيديو وكنت تكلمت لكم على قضية علاش تبون مشى للسعودية. كنت قلت لكم راه كان كيطلب السعودية باش زعما يتخلاو على المغرب فهمتي، وفهمتكم باللي راه عمر ما السعوديه ما يمكن لها تخلى على المغرب ولا الجامعه العربيه ولا هو الغرض ديالو تبون. كان الغرض ديالو وهو يحضر البوليزاريو في وسط داك الاجتماع اللي كان غيكون، داك لا ريونيون اللي كانت غتكون ما بين الدول العربيه وافريقيا فهمتي. ولهذا مشى باش يطلب ويزاوك باش الله وعسى هذوك المرتزقه يدخلوا ما بين الدول العربيه والافريقيه. هما كيديروا ديك قضيه الشبر ديال الارض اللي ربحتي اليوم صافي ولا ديالك شويه بشويه فهمتي، كيف داروا لينا في قضيه الاتحاد الافريقي. ولكن مسكين تبون جاه واحد الرفض قاطع من عند ابو الغيط، داك السكرتير ديال لا ليغا راب. ولهذا قعد الجهود اللي دار تبون راه داكشي دار ليه بالفشل. ولهذا كنشوفوا اشنو هو الشيء اللي جاي اشنو. ودابا كنتذكر هذاك الكامبو، داك الكلب، داك الشيات ديال بن سديره اللي كان كيقول داك اللي كاره المغرب وفي قلبه في هضرته كتحس بالكراهيه للمغرب. بحال دابا هو هذاك الشيء كلشي غير الحس الكابا. انا ديما كنقول لكم في الجزائر اللي بغى يدخل النظام الجزائري، اللي بغى النظام الجزائري يرضي عليه خصو يعير المغرب ويكره المغرب. كاع الناس اللي كيكرهوا المغرب كيعيطوا لهم اجيو انتم تصلحوا لينا. العسكر كيعجبهم بحال دوك الناس، وهو كيقول الله وعسى يغفروا عليا ويسمحوا ليا ونصدق يصدقوا معيطين ليا ندخل للجزائر. يمكن السيد طاب عيا بالانجليز فهمتي، كاين تما في ميزيريا ولا جاك شي قال رسول الله وعسى الى كيف. حيت دابا هما ساهل ليهم هاد الناس، هاد الجزائريين، هاد الجنرالات ما كيهمهمش اليوم. واخا انت ضدهم غدا الا قلتي شي حاجه لصالحهم صافي كينساو الماضي، يقول كاش يلا دخل وعاود يمكن اليوم غدا ولا غدا يدورو فيك فهمتي. هذا الشيء راه جانب العمل. واليوم خوتي بغيت نقول لكم، درت لكم هذا الفيديو قصيره باش نوريكم الرفض القاطع. راه كيمكن لكم تدخلوا الارتيكل عند في لا كوميونيتي عندي، انتو ها هو الارتيكل هنايا كله فهمتي. سيروا لا كوميونيتي ديالنا كوميونيتي دياسبورا صحراوي، قراو الارتيكل كله باش تعرفوا الرد ديال ابو الغيط لتبون. ودابا من الغداء اش غايقول هاد تبون، اش غايدير الا جينا نسمعوا الهضره ديال بن سديره. قال ليه شتي لا تبون عيط على سوريا، حيت دابا سوريا راه ملغيه حتى هي، جارين عليها من الجامعه العربيه. واش غتشارك ولا ما تشاركش؟ الله اعلم فهمتي. ناد تبون قال لهم داك على قبل داك الاجتماع اللي غيكون في الجزائر، ماشي على هذا ديال السعوديه، ماشي هذا اللي غيكون في الرياض ولا في السعوديه. المهم في السعوديه كان هو سميتو مسديراد هو على الاجتماع اللي غيكون في الجزائر. قال ليه الى تبون والبشار الاسد والجمهوريه الصحراويه حضروا صافي كافينا حنايا، ما عندنا ما نديروا بالدول العربيه الاخرى. بحال انتم اش كتمثلوا انفسكم. ودابا المشكل اشنو هو رد الفعل الجزائر؟ هذا بحال قلتي تبزداو، فوالا تبزداو، كانوا ميزين. دابا هما كانوا ميزين باش البوليزارو يحضر، ولكن راهو ما غيتقبلش ما بين الدول العربيه. وناد هذا الشيء راه دويت معكم عليه البارح. الاصدقاء الى اللقاء وفرصه اخرى ان شاء الله بحول الله.